استقبل محافظ شمال سيناء خالد مجاور نائب وزير الهجرة الكندي والسفير الكندي، حيث تفقدوا مركز الخدمات اللوجستية بمدينة العريش. وخلال الزيارة أشاد الوفد الكندي بالدور الذي تقوم به مصر من أجل إنفاذ المساعدات لمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكوارث إنسانية جراء العدوان الإسرائيلي. مصر هي شريان الحياة للقضية الفلسطينية. تصريحات جاءت على لسان الوفد الكندي خلال زيارته لمركز الخدمات اللوجستية بمدينة العريش لتفقد مخازن المساعدات المتجهة إلى الأشقاء في قطاع غزة. نحن ندعم كل الجهود المصرية لإنقاذ الأرواح في قطاع غزة، ونؤكد أن كندا تدعم وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، ونحن قدمنا 250 مليون دولار مساعدات إلى الأشقاء في غزة، هذا بالإضافة إلى استقبال 5000 من اللاجئين في دولتنا. الإشادة الكندية تأتي في وقت تواصل فيه مصر جهودها الحثيثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين ووقف نزيف دمائهم. مصر بتبذل جهود قوية جدا جدا لحل هذه المشكلة، للقيام بدورها في الشرق الأوسط سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى العملي. الجزء اللي احنا موجودين فيه هنا حاليا شاهد عليه السفير الكندي وطاقم العمل مدى الجهد الذي يبذل بفكر علمي عالي جدا، بمعدات حديثة جدا ومكلف جدا، وتم بصورة طيبة جدا. الوفد الكندي ثمن أيضا الدور المصري الكبير في تحقيق استقرار الشرق الأوسط واحتواء الموقف في قطاع غزة، مشيدين بكل ما اتخذته القاهرة من خطوات سياسية أو إنسانية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. أشادة الوفد الكندي وعدة دول أوروبية بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية يؤكد مجددا إصرار القيادة السياسية المصرية على إيصال هذه المساعدات ووقف نزيف الدماء الفلسطيني وتحقيق السلام الشامل في المنطقة. من مدينة العريش، محمد الخطيب، التلفزيون المصري.